قرأتموها مرارا وتكرارا هذه الزيارة العظيمة، في هذه الليلة قرأتم هذه الزيارة الشريفة. في هذه الزيارة عبارة: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. عبارة حقا عجيبة، كم هي مواطن، كم هي مواقف النبي صلى الله عليه وآله، كم موقفا وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، بالمئات بالآلاف. هل سمعتم ولو في حديث ضعيف، يبدو ما موجود هذا الشيء، أن النبي صلى الله عليه وآله في كل موطن في كل موقف وقف ذكر الصلاة، ذكر الصيام، ذكر الحج مثلا، الواجبات المهمة، الأمور العامة الدينية، أن يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موطن وفي كل موقف.